اهلا بحضراتكم مره تانية مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرتنا الثالثه والاخيره، وزي ما كنت بقول هنروح معاكم لجوله تاريخيه اثريه لاكثر المناطق الاثريه في العالم كله. اكثر يعتبر اكبر جبانه، هي بيطلق عليها كده، اكبر جبانه في العالم اثريه، بتتمتع جدرانه بالوان يعني تحس ان الالوان لسه مرسومه دلوقتي، مع انها مرسومه من الاف السنين، لكن لو رحت وادي الملوك هتحس ان الالوان على الجدران لسه مرسومه دلوقتي. احنا بنتكلم عن وادي الملوك، اكتر الاماكن شهره ومحط انظار جميع الوفود السياحيه والاجنبيه المصريه. وادي الملوك بالاقصر، تلك المنطقه اللي دفن بيها معظم الملوك الأسرات الثامنة عشر والتسعتاشر، يعني التمنتاشر والتسعتاشر والعشرين من عصور الدولة الحديثة، حوالي 1550 قبل الميلاد. الوادي بيقع على البر الغربي لنهر النيل. ليه اختاروا وادي الملوك مكان منعزل؟ كانت الآثار زمان أو المقابر زمان بتتسرق، في أيام المصري القديم كانت بيسرقوا المقابر، فاختاروا مكان منعزل لراحة الملوك. احنا هنعرف أكتر عن وادي الملوك ونتعمق بقى بمعلومات دقيقة من خلال دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا استاذه نرمين، ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير يا دكتور، ده منورنا. مايكل ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا فندم. اجمل حاجه واحنا بنتكلم عن تاريخ مصر، واتكلمنا يعني النهارده رايحين محافظه ثريه وغنيه بالمعالم والاثار، يعني محافظه الاقصر. واعتقد كنت بقول قبل الفاصل الاقصر لوحدها محتاجه يعني عشرات السنين عشان نقول جزء بسيط من اللي فيها، بس النهارده هنتكلم عن وادي الملوك، وبنتكلم كمان عن حاجه اثريه جميله موجوده في البر الغربي. زي ما نرميك بتقول في البدايه، ليه يا دكتور البدايه اختاروا المكان البعيد ده في البر الغربي؟ هو طبعا وادي الملوك او وادي بيبان الملوك هو وادي موجود في مصر، واستخدم على مدار 500 سنه للدفن، لدفن الاسره المالكه في عصر الدوله الحديثه، تحديدا يعني بين القرن الثالث عشر والحادي عشر قبل ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، لتشييد مقابر النبلاء والملوك الفراعنه في هذه الفتره الممتده، زي ما استاذه نرمين قالت، من الاسرات 18 و19 و20 عصر الدوله الحديثه، عصر الامبراطوريه في مصر القديمه. يعتبر مكان مميز جدا يا استاذ مايكل للدفن، نتيجه طبعا وجود هذه الكتله الصخريه الكبيره المتميزه الصالحه للنحت، او نقدر نقول النقر في الصخر، لعدد كبير جدا من المقابر، يصل عددها لحوالي 63 مقبره، اشهرهم طبعا مقبره الفرعون الذهبي الملك توت عنخ امون، المقبره رقم 62. واحنا طبعا عندنا وادي الملوك بينقسم الى جزئين، الوادي الشرقي هو الاشهر اللي فيه كل المقابر الملكيه، والوادي الغربي وفي مقبره معلش يا دكتور الحته دي الصوت كان بيقطع، حضرتك قلت الوادي الشرقي والوادي الغربي. الوادي الشرقي والوادي الغربي يا فندم، فاحنا عندنا الوادي الشرقي اللي هو الاشهر اللي فيه كل المقابر الملكيه، وخصوصا مقبره الفرعون الذهبي الملك توت عنخ امون، لكن الوادي الغربي فيه عدد محدود من المقابر، تعتبر من اشهرهم مقبره الملك اي. دكتور تقصد بالشرقي والغربي شرق النيل وغرب النيل، ولا كمنطقه في نفس المنطقه؟ جغرافيا هو الوادي نفسه سعادتك متقسم لجزئين، الشرق منه حضرتك اللي هو الاشهر اللي تقدر تقول حضرتك قريب من النيل او قريب من الوادي، والغرب الى الغرب من الوادي الشرقي نفسه سعادتك. يعني هو متقسم جزئين، الشرق منه اللي هو قريب لينا احنا ناحيه النيل وناحيه الوادي، والغرب الى الغرب من الوادي الشرقي حضرتك. وبيسموه احيانا يعني وادي القرود، على اساس ان في مشهد شهير جدا من احد كتب الدينيه ممثل فيه القرود، فنسب اليه هذا الاسم اللي هو الاسم الثاني اللي هو وادي القرود او الوادي الغربي في مقبره الفرعون الملك اي. فطبعا المقابر اللي هناك تعتبر يعني مقابر متميزه جدا جدا. وادي الملوك ده بالنسبه لنا اعظم مكان اثري في العالم. الاقصر طبعا زي ما حضرتك ذكرت تعتبر يعني متحف مفتوح سواء البر الشرقي او الغربي. مقدمه لان دي طبعا من الاماكن التي يعني احتفظت وما تزال في المقابر الملكيه العظيمه زي مرتيتي الاول، زي توت عنخ امون، عندنا عدد كبير من المقابر، احنا 63 زي ما قلت، لكن المفتوح للزيارة حوالي 16 مقبره، وتعرض بقى بانوراما
تاريخية وحضارية ودينية بتؤكد على عبقرية المصريين القدماء في العمارة وفي فن النحت وفي الزخرفة وفي الديانة. يعني حتى تروح أستاذ مايكل هناك تشوف أكن حضرتك بتشوف تاريخ الديانة المصرية القديمة، التتابع بتاع الملوك، عقائد الدفن، الجمال، الألوان وروعتها رغم بقالها من 1500 سنة قبل الميلاد تقريبا، صحيح. يعني حوالي 3500 سنة ما تزال يعني بالألوان الزاهية الجميلة اللي تؤكد على عبقرية الفن المصري القديم عبر العصور. دكتور حسين، يعني فكرة وجود مقبرة جماعية للملوك، وإزاي إن أنا كسايح مثلا ببقى رايح شايف إن حقبة تاريخية متجمعة كلها في مكان واحد، ده بيكون تأثيره إزاي على النفس نفسها؟ هو طبعا هنا بنسميها جبانة جماعية لأفراد والملوك بتوع الأسرة ال 18 وال 19 و 20، ده في حد ذاته يعتبر شيء عظيم جدا لأنه بيتيح للزائر يعني التجول ورؤية والاستمتاع بهذه المقابر والمناظر بتاعتها ويشوف عقائد الدفن والعالم الآخر والأفكار الخاصة في الحياة الأخرى في العالم الآخر في مصر القديمة، وكذلك الكتب الدينية الشهيرة اللي هي كانت موجودة في مصر القديمة زي كتاب الإيد باطل اللي هو موجود في العالم السفلي أو كتاب البوابات أو كتاب الكهوف. كل هذه الكتب الدينية ظهرت في الدولة الحديثة بشكل كبير جدا داخل هذه المقابر الملكية كي تؤمن رحلة الملك المتوفى في العالم الآخر. فإحنا بنشوف بانوراما دينية فنية جمالية مليئة بالرغليف الجميل، مليئة بالمناظر الجميلة، بالرمزية، بالدلالات، والناس تقعد تشوف هذه الأشياء وتقعد تأمل جمالها وتفسر هذه النصوص ونعرف كثير جدا جدا عن معتقدات المصريين القدماء وإيه هذا الشعب المصري العظيم كان يعشق العالم الآخر. والعالم الآخر في مصر القديمة كان بالنسبة لنا بوابة الحياة، الناس كانتش بتعشق الموت في مصر القديمة حد ذاته، لكن هو كان الهدف من إن الموت ده كان مرحلة وممر للعالم الآخر، عالم الحياة الأبدية والخلود اللي هم كانوا بيعتبروها جنة زي ما احنا بنعتقد الجنة في العالم الآخر اللي هي حقول إياد. فدي كانت شيء عظيم جدا وفهيم مبكرة للعالم في هذا التوقيت الزمن البعيد من عمر البشرية. صحيح. دكتور، في البداية عايز أعرف هل الملك بيبقى عارف إن هو هيدفن في المكان ده؟ يعني هل هو ده تقليد للنبلاء بيكونوا في المكان ده، ولا الأسرة بعد الوفاة بتقرر يكون موجود في المكان ده؟ طبعا بالنسبة لنا وادي الملوك في البداية كان مقبرة للملوك اللي هم الملوك الحكام بتوع الدولة الحديثة، لكن مع الوقت أضيف لي بعض النبلاء اللي هم يعني نقدر هم الأفراد العائلة الملك. وعندنا وادي آخر وادي الملكات، ده خاص بالملكات، وفي أيضا بعض الأفراد من العائلة الملكة اللي فيهم مقبرة التالي الملكة الشهيد. لكن عندما يتولى الملك عرش مصر أو حكم مصر يبدأ في التفكير في مقره الأخروي. هو مقره الأخروي هو بناء مقبرة للعالم كي تنفعه ويستخدمها في العالم الآخر. فلما الملك بيتولى يبدأ أو نحن في يعني يا دكتور من البداية من أول ما يتولى الملك يبتدي بعد كده يفكر في أن يبني مدافع. لازم، ده شيء مهم جدا في مصر القديمة ان هو يأمن رحلته في العالم الآخر، لأنه طبعا مهما كان حكمه طويل على عرش مصر سوف يموت في يوم من الأيام. أيوة. لكن هدفه هو الحياة الأخروية، فبيبدأ حضرتك يكلف كبير اللي هو المهندسين الملكيين أو رئيس أعمال الملك زي ما كانوا بيقولوا عليه في مصر القديمة يحط له مقبرة أو يبني له هرم مثلا. لو احنا بنتكلم على عصر أسر الرابع الملك خوف وخفرع ومكاورة أهرامات الجيزة، فيبدأ بناء هذا المشروع. أن خد بال حضرتك هذه الأعمال يا فندم بتستغرق وقت زمني طويل على أساس أن هو يأمن رحلته في العالم الآخر. فيبدأ مع اختيار المكان أول حاجة نحت المقبرة، بعد كده يبدأ يرسموا المقبرة يكتبوا عليها الهيروغليفي، وبعد كده أما الملك يتوفى بيقوم بقى ولي العهد بدفن هذا الملك ووضعه في المقبره ويقتلوا المقبره، والملك طبعا بينام على اساس ان هو يبعث في العالم الاخر مره ثانيه ويحيا حياه ابديه ليس من ورائها فناء بعد الموت الاول. هي المقابر مرقمه يا دكتور صح؟ طبعا هي المقابر عندنا مرقمه، وطبعا الترقيم ده يعني استحدثناه يعني كعلماء الاثار في الفتره اكتشاف وادي الملوك، الهدف منها تسهيل مهم. يعني مثلا لما اقول مقبره 62 يبقى انا عارف ان دي بتاعت مثلا الملك توت عنخ آمون، أول 55 دي بتاعت أخناتون. فالأرقام دي في حد ذاتها حضرتك بتسهل على الدارسين والباحثين
يعني زي ما حضرتك تاخدي اسم انا اخد اسم، فهم بيرقموه على اساس يسهلوا عمليه وصف المقبره، دراسه المقبره، الاشاره المقبره في المراجع العلميه. كذلك عندنا في قبر الاشراف الغربي بنقول لها تي تي، يعني سيفن توم، المقبره الطبيه رقم مثلا 15 20 90 وهكذا. الهدف منها بهذا الترقيم بنبدا نعمل دي المقابر كيان، وان احنا نقدر نعرفها ونحدد الهويه بتاعتها ونوضحها سواء للدارسين للزائرين. انا مثلا ما بقدر شغال انا مفتش اسعار في وادي الملوك، انا افتح المقبره 62 واقفل المقبره 62 في لجنه عندي فيها ترميم عندي فيها شغل زياره، لذلك لازم فيها رقم، وهذه الارقام بتؤكد هويه وماهيه هذه الاثار وهذه المقابر اللي نعمل. صحيح. طب يا دكتور، فكره سرقه المقابر، هل الموضوع ده بدا امتى؟ هل الموضوع ده بدا في وقت الدوله الحديثه ولا الدوله القديمه او الوسطى؟ ويعني وايه الفكره بفكره السرقات؟ الموضوع سرقات المقابر ده موضوع كبير، لكن نقدر نقول ان اقوى يعني فتره سرقت فيها المقابر بعد نهايه عصر الدوله القديمه. عصر الدوله القديمه ده احنا بنسميه في التاريخ المصري القديم عصر الانتقال الاول، عصر الدوله القديمه اللي هي الاسرات من 3 لـ6، الاسره الثالثه للاسره السادسه اللي كان فيهم الملك زوسر اللي بنى الهرم بتاع سقاره المدرج، ثم دخلنا على الاسره الرابعه خوفو وخفرع منكاورع هرمات الجيزه، ثم الاهرامات بعد كده بتوع الملوك الخمسه والسته. ثم حصل انهيار في هذه الفتره فسرقت جميع المقابر، فالمصريين القدماء حصلتهم صدمه الملوك، يعني على اساس ان هم ازاي رغم كل هذه الوسائل التي دكتور معلش انا عايز بس توضيح في نقطه، هو ايه اللي بيكون اصلا جوه موجود مع الملك بعد وفاته واللي اللي يخلي الواحد ممكن يجي يسرق؟ طبعا بيبقى موجود حضرتك المومياء الملكيه بتاعه الملك المتوفى، تمام؟ فالجثمان ده بيبقى موجود فيه الاكويبمنت الاساس الجنزي، والاساس الجنزي بيبقى اشياء عديده جدا زي ما شفنا مثلا مقبره توت عنخ امون، وتعتبر هي المقبره الملكيه الوحيده التي جاءت لنا كامله من مصر القديمه. فحضرتك بتشوف الاساس الجانبي اللي هو موجود زي مثلا مقبره توت عنخ امون، بنشوف السراير، بنشوف الصناديق، بنشوف الملابس، بنشوف الحلي حضرتك اللي موجود اللي هو الذهب، بنشوف التمائم الذهبيه اللي هي موجوده كي تحفظ المومياء في العالم الاخر، وان هي تسهل رحله المتوفى في العالم الاخر كي يبعث من جديد. كل هذه الاشياء بتغري اللصوص باقتحام هذه المقبره. انا حضرتك بتتكلم عن ملك يا فندم فعنده اساس جانبي عظيم جدا، وتوت عنخ امون ده ملك صغير، خد بال حضرتك، يعني حكم وهو عنده 9 سنين وحكم لمده 9 سنين ومات عنده 18 سنه، فبال سيادتك بقى لو اكتشفت مقبره عظيمه زي بتاعه الملك خوفو او تحتمس الثالث او رمسيس الثاني، هل حضرتك انت هتلاقي اثار عديده جدا يا استاذ مايكل ليس لها مثيل، فبقى حضرتك ده ملك صغير وجمعت اليه هذه الاثار لانه مات فجاه ودفنوه على عجل، ودي جمعت هذه الاثار من اساس جنزي سابق لملوك سابقين او ملوك كانوا بيعدوا رحله العالم الاخر بتاعتهم، فحضرتك بقى عندك اساس جنزي على اعلى مستوى. لذلك المقابر سرقت في عصر الدوله، بعد عصر الدوله القديمه عصر الوسطى سرقت المقابر، رغم ان هم عملوا وسائل عديده جدا جدا عشان يضللوا اللصوص، لكن اللصوص نجحوا في سرقه المقابر. فكان بقى الهدف بالنسبه لنا في الدوله الحديثه الملوك المصريين القدماء فكروا في حيله بديعه، ان هو بدا ما يظهر المقبره، حط المقبره في الجبل اللي هو وادي الملوك اللي عندنا ده، وبدل شكلها اي مكان عندنا في الدوله القديمه والدوله الوسطى استعاض، يعني استغنى بقمه الجبل اللي هي اسمها الجرنة او القرنة في الصعيد هناك في الاقصر، هي دي مكان المقبره، خفى المقبره داخل باطن الجبل وفصل المعبد اللي هو كان يعني مرتبط بيه، وحطه في منطقه ثانيه خالص عند الحافه الزراعيه. ورغم ذلك سرقت القبر باستثناء مقبره توت عنخ امون، المقبره الملكيه الوحيده زي ما قلت لحضرتك. ليه بقى؟ لان طبعا مقبره توت عنخ امون جه ملك اخر بعده في الاسره الـ20 اسمه رمسيس السادس، العمال بتوعه وهم بيبنوا المقبره شالوا الرديم، الرديم اللي هو التراب المستخرج من نحت هذه المقبره او حفر هذه المقبره، رموه على مدخل مقبره توت عنخ امون، فده خلى اللصوص ما يعرفوش المدخل بتاع مقبره توت عنخ امون لحد ما اكتشفها كارتر كامله في 4 نوفمبر 122. يعني هو ده يا دكتور اللي كان السبب في اكتشاف وادي الملوك عموما، لان هم المكان زي ما حضرتك بتقول منعزل ومخفي والمفروض ان هم محدش يعرف، فتم اكتشافه ازاي؟
هو طبعا اللي بدأ العلماء يشتغلوا عليه من منذ فترة، لا هو المكان معروف طبعا، لكن حضرتك تطلع كل المقابر اللي داخله، هو ده كان الجديد في يعني المقابر هي اللي مش معروفة، لكن معروف ان ده وادي موجود. اه يعني مثلا هقول لحضرتك حاجة، اكبر مثال ان توت عنخ امون، يعني احنا عندنا ذكر في التاريخ لتوت عنخ امون لكن مش عارفين مقبرته فين. فلما جه كارتر قاعد يدور على هذا الملك لفترة زمنية طويلة، قاعد يحفر في وادي الملوك لمدة 5 سنين من 1917 ل 1922 واكتشف هذه المقبرة، رغم ان الناس قبل منه قالوا خلاص وادي الملوك لفظ كل ما به، يعني ما عادش في حاجة خالص وان ما فيش مقبرة تانية، لكن كارتر لم يكن ييأس وكان بيمده بالتمويل الواحد بريطاني اسمه اللورد كارنارفون، وبدأ يحفر هناك وطلعوا المقبرة في 4 نوفمبر 1922. وما تزال بعثات مصرية تحفر أجنبية في وادي الملوك البحث عن مقابر أخرى، والوادي يعني مليء بالأسرار، وطبعا كل يوم في الأسرار زي ما حكي حرفة بنرمين بنعرف حاجات جديدة. صحيح دكتور، في حاجة كده تبقى درجة ما بين الناس، دايما لما يبقى في اكتشاف أثري يعني، هل الموضوع ده يعني في كلمة دايما المصريين يقولوها، كلمة تقول لك لعنة الفراعنة لو فتحنا المقبرة دي وشوفنا اكتشاف ده، ودي كمان أنا لاحظت كمان يعني بتبقى موجودة كمان ما بين الأثريين، دايما نقولوا لبعض كده، وبعد ساعات بتصادف بعض الأمور الطارئة، بعض الحوادث أو بعض الظروف، ما حقيقة يعني فتح أي مقبرة جديدة فيما يصيب الشخص بلعنة الفراعنة؟ هو طبعا ما فيش حاجه اسمها لعنه فراعنه، لو حضرتك جيت تبص للحقيقه التاريخيه وراء الموضوع ده استاذ مايكل هتبص تلاقي ان هذا الامر حدث بعد اكتشاف مقبره توت عنخ امون 1922. قبل كده حضرتك ما كانش عندنا حاجه اسمها لعنه فراعنه، لما كارنارفون مات، لما حصلت حوادث كتيره جدا للناس اللي اشتغلت في المقبره، يعني كان واحد اسمه مهدي بيه برضه كان بيعمل معرض توت عنخ امون ضربته عربيه قدام المتحف المصري، واحد تاني اسمه كمال محرز، ده كان جمال محرز ده كان بتاع اثار اسلاميه وقال لك مفيش لعنه فراعنه، مات رغم ان هو كان بتاع اثار اسلاميه عمره ما اشتغل في الاثار المصريه القديمه. فحصلت حوادث عديده جدا حضرتك، بدات هذا المصطلح يشيع في العالم كله. ليه بقى؟ نتيجه ان لان تايمز اللي هو التايمز البريطانيه، هذه الصحيفه هي التي كان موكلا لها بشكل حصري ان هي تصدر الاخبار والتحقيقات الصحفيه عن اكتشاف مقبره توت عنخ امون. فلم تكن الصحف البريطانيه الاخرى لديها اي شيء تقوله بحيث ان هي تجذب القراء، فبدل مصطلح شائع في العالم كله منذ ذلك التاريخ. لكن الحقيقه العلميه بقى بترجع ليه حضرتك؟ لما سيادتك بتقفل المقبره وحضرتك حاطط في المقبره مواد عضويه كثيره اللي هي الاكل المتوفى اللي هو اللي ميت يعني المفروض ياكلوا او يستخدموا في العالم الاخر زي ما كان بيستخدموا في الحياه الاولى اللي هو كان صحيح. فهذه الاشياء يا فندم استاذ مايكل دي تتحلل وتتعفن وتصدر عنها بكتيريا وغازات سامه، فحضرتك ما تخش المقبره تتنفس تشم هذه الحاجات لا قدر الله حضرتك ممكن تموت. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ اول ما نكتشف مقبره نسيبها مفتوحه لمده اسبوع او اكثر بحيث ان تتحلل كل هذه الاشياء وتخرج كل هذه الغازات السامه والبكتيريا والحاجات المتعفنه دي واللي بقت لالاف السنين، بحيث ان لما حد يخش ما يشمهاش يموت. وفي نفس الوقت ما احلقش دقني عشان برضه المسام بتاعها دي ما تخشش منها اي بكتيريا او اي حاجات مضره ليه الاسم الانسان. فدي الحاجات اللي احنا كاثرين بنعملها على اساس ان احنا نحمي نفسنا. صحيح. لكن ما فيش حاجه اسمها لعنه فراعنه زي ما قلت لحضرتك، هذا ترم او مصطلح اخترعه الصحفيين البريطانيون عشان يقولوا اي حاجه. هستاذنك بس دكتور الصوت بيقطع، لو حاجتك تكون في مكان فيه شبكه افضل. بقول لسعادتك ان كانت تقريبا عندنا مشكله في الاتصال لغايه ما يرجع معنا الدكتور حسين. فكره الحديث عن بعض الامور يعني دكتور كان بيقول قبل فقد الاتصال بيتكلم عن لعنه الفراعنه والرواج ليها وفكره، هو قال بطريقه بسيطه كمان، واستاذنا الكبير العالم الكبير الاستاذ زاهي حواس دكتور زاهي حواس كان بيقول كمان نفس الفكره اللي قالها دكتور حسين برضه، فكره المقبره بتبقى مقفوله لالاف السنين يكون فيها مواد عضويه بتتحلل جواها بكتيريا، فبتتفتح المقبره وبعد شويه بيسيبوها تتهوى كده بالبلد لغايه ما الهواء النظيف يخش، وبعدين بيخش يشوفوا بقى الحاجات دي كلها. كان فكره احنا نطلع شقه في حاجه بقى والمقبره مفتوحه كان مفيش حاجه بتتسرق. يعني دكتور قبل ما نفقد الاتصال كنت بتكلم في نقطه مهمه جدا، فكره عبقريه الملوك وعبقريه البنى في المقابر، وفكره كان عندهم وعي بعد كده ان ممكن المقابر دي بتتسرق،
ايه الحيل اللي كانوا بيعملوها عشان يقدروا يحافظوا اكبر وقت او ما حدش يقدر يخش، او الخدع اللي كانوا بيستخدموها؟ يعني لو بصينا للعصور تانية يا استاذ مايكل، مثلا عند حضرتك الدوله الوسطى، لو بصينا للهرم بتاع الملك امنحات الثالث في هوارة، عملوا حاجه زي بيسموها المتاهه واللابرنت. متاهه يعني تخش حضرتك ما تعرفش حجره الدفن فين، وتمشي تحت الهرم مسافه طويله جدا جدا، وحاجات مضلله. ورغم كده لما النصوص وصلوا للمقبره بعد عذاب طبعا، ولعوا في المقبره حجره الدفن على اساس ان هم يعني اتضايقوا بعد هذا المجهود الطويل يعني وهذه المشقه، ولو ما فيش اي حاجه يعني باللي رأيهم زي ما بيقولوا. عندنا ايضا بعض المقابر مثلا بنوها في اماكن خفيه زي ما قلت لحضرتك، وادي الملوك نفسه، ورغم كده برضو اللصوص نجحوا ان هم يصلوا لهذه المقابر. ليه بقى؟ لان عاده العمال اللي كانوا بيقوموا بالعمل في هذه المقابر كانوا بيعرفوا المكان بتاع هذه المقبره، وهم اللي كانوا ممكن يسرقوا، هم اللي كانوا احيانا بيرشدوا عن هذه المقابر، خصوصا فترات الاحتلال والضعف. يعني فتره القوه ما كانش بيحصل فيها سرقات، لكن تيجي فترات الاحتلال بعد فترات الازدهار بيحصل كده. الدليل برضو ان الكهنه في اسره 21 و22 خدوا المومياوات بتاعه الملوك الفراعنه وحطوها في خبيئه الدير البحري، وعندنا مقبره المنحوت الثاني، فعملوا هذه الخبائئ لكي يحافظوا على اثار ملوكهم واجدادهم الفراعنه بالضياع. وكذلك عملوا خبيئه القرنك، دفنوا التماثيل هناك، وخبيئه معبد الاقصر، دفنوا التماثيل هناك واكتشفناها بعد كده. فكل هذه الخبائئ الهدف منها زي ما حضرتك عارف ان نحافظ على تراث الاجداد من السرقه، وبيقوم بيها ملوك اخرين او حكام او مصريين اخرين في فترات لاحقه كي نحافظ على اثار الاجداد السابقين. دكتور حسين، لو ادينا الناس كده فكره عن مقبره نفرتاري. مقبره نفرتاري طبعا تعتبر من اجمل المقبرات، يعني قصه جميله من اجمل قصص الحب الخالده في مقبره نفرتاري في وادي الملكات في جبان الطيبه في البر الغربي. طبعا هذا المكان اطلق عليه طاقه نهرو، بمعنى المكان الجميل، وخصوصا وادي الملكات لدفن ملوك واميرات وامراء نصرتين 19 و20 في عصر الدوله الحديثه، وضم حوالي 70 مقبره، اهمهم بالطبع مقبره الملكه نفرتاري اللي هي جميله الجميلات، اسمها طبعا من العاميه المصريه حلاوتهم او احلاهم، زي ما احنا بنقول عليها كده في الريف المصري او في الحاره المصريه حاليا. هي طبعا زوجه رمسيس الثاني الملكه العظيمه. هذه المقبره تمتاز بجمال روعه المناظر اللي موجوده فيها، اكتشفتها بعثه ايطاليه بتتعلم اثار ايطالي اسمه ارنستوس كايباريلي 1904. وطبعا منذ ذلك الحين اطلع العالم على اطلاله فريده وجميله من الفن المصري القديم الذي يحوي العديد من الاسرار والجمال واشياء لم يبح بها من قبل، وبيؤكد على جمال دقه التصوير والرسم وجمال الالوان. عندنا مساحه حوالي 520 متر حضرتك، الى بتصور الملكة نفرتاري في مناظر بديعة داخل هذه المقبرة العظيمة جدا جدا، واللي تعتبر يعني نقدر نقول أيقونة في الجمال وفي الفن. بنشوف الملكة بتلعب الشطرنج، بنشوف بتتعبد بالمعبودات، بنشوف الآلهة، بانوراما حضارية جمالية دينية، دراما أحداث عظيمة جدا داخل هذه المقبرة العظيمة التي تعتبر من أجمل المقابر مش في مصر بس في العالم كله. ورمسيس الثاني الجميلة نفرتاري وقال عنها جملة جميلة جدا كتبها على المعبد بتاعه في أبو سمبل التي من أجلها صحيح. دكتور حسين، بعد إذن حضرتك عايز أسألك سؤال شخصي شوية. ليه دايما كل الأثريين كل العلماء في هذا المجال زي حضرتك كده بحس ان تبقوا مبسوطين جدا وانتوا بتسردوا التاريخ وعظمه التاريخ؟ كلكم عندكم كمان سرد قوي وجميل، وبيبقى الواحد عايز يقعد يسمع كتير وكتير ويتعلم. ليه كلكم كده شاطرين في السرد وبتبقوا فرحانين وانتوا بتتكلموا عن تاريخ واثار مصر؟ هو انه العشق يا استاذ مايكل، يعني زي ما حضرتك بتتكلم عن حبيبتك وبتعشقها وبتتغزل بيها جمالها وجمال عينيها وشكلها واخلاقها وعيلتها، فحضرتك لما بتحب حد والحب درجه من العشق، لكن العشق هي الدرجه الاعلى من الحب. صحيح. فالعشق او باشن بالانجليزي زي ما الاجانب بيقولوا هو ده. لو حضرتك بتحب الحاجه هتعملها كويس، لكن لو بتعشقها تعملها احسن واحسن. صحيح. صحيح. صحيح.
دكتور حسين، يعني لو نحب بقى نوجه كلمة كده للناس اللي ما راحتش وادي الملوك، وادي الملكات طبعا، والسياح كمان والمسؤولين، يعني لو عايزة أوجه كلمة أو حضرتك توجه كلمة للرعاية أكتر بالوادي أو التعريف أكتر بالأماكن هناك والعناية تكون إزاي؟ والله وادي الملوك وادي الملكات دول من أجمل الأماكن، وبالذات مقبرة الملك توت عنخ آمون، وبنشوف هذه المقبرة العظيمة ومقبرة الملك رمسيس السادس ومقبرة الملك سيتي الأول، بنشوف قد إيه مصر عظيمة وقد إيه مصر جميلة وقد إيه مصر كانت سيدة العالم. وأنا دايما بقول إن مصر هي أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في كتاب الجغرافيا، وأن مصر هي سيدة العالم ثقافيا قديما وحديثا، وأن مصر قادرة بجمالها وبعصرها وبعظمتها إن هي تبهر العالم وترسل رسالتها الحضارية القائمة على التسامح والحب والسلام والعدل والعلم للعالم كله. لازم نروح نزور هذه الأماكن. لو رحنا وادي الملكات أنا استمتع جدا بجمال مقبرة الملكة نفرتاري، وأتمنى إن هذه الآثار أيضا تفتح ليلا للزائرين، خصوصا طبعا زي ما حضراتكم عارفين الأقصر بتبقى حر في الصيف تحديدا، فلو هذه الأماكن يعني أعتقد وزارة السياحة والآثار لو قامت بهذا الدور وفتحتها ليلا ان شاء الله تجتذب عدد كبير من الزوار. احنا عندنا حوالي 5-6000 واحد بيزوروا الوادي في اليوم، اتمنى ان شاء الله تعالى ان هم يصلوا لخمس اضعاف حوالي 25000 سائح في اليوم، كي نزيد من الدخل لمصر القومي من السياحه وتعريف الناس باثارنا. للاثار دي هي بالنسبه لنا خير سفير وخير رسول للعالم كله، ومن خلالها بناكد ان مصر دائما صداقه ورائده، وهي معلمه البشريه، وهي صاحبة الحضارة التي نهل منها العالم كله، والعالم كله يقف طفلا أمام الحضارة المصرية القديمة العظيمة. علشان كده دكتور بصراحة ليا طلب، يعني في صوتنا يروح للمسؤولين، ياريت كل المواقع الأثرية المهمة يكون في حد بيشرح، لأن احنا لما بنروح الأماكن عفوا يعني بالنسبة لنا الموضوع مش بيبقى معروف، عايزين حد يقعد يفهمنا. ده رقم واحد. رقم اتنين، أنا بقول رجاء لكل مصري، كل شخص واعي، من فضلك تحافظ على الأثر. لما تبقى موجود في مكان تتعامل مع الأثر بيعني كأنك بتعمل حتة كده من جسمك. يعني أنا بشوف دايما الأجانب لما بيجوا بيتعاملوا بشكل راقي جدا، واحنا بتلاقي حد واقف، طبعا قله طبعا يعني اللي بيستخدم حجاره ويكتب على الحيطه او نفسي بس طلبين دول، يعني الطلب الاول للمسؤولين والطلب الثاني يكون للشعب المصري بشكل عام. والله فعلا في بعض الاماكن اماكن كتيره جدا يا استاذ مايكل في مجلس اعلى الاثار بنوفر فعلا، يعني زمايلنا الاثريين بيشرحوا للناس ببلاش سواء في المتاحف او في المواقع الاثريه. طبعا الاجانب زي ما حضرتك عارف بيجوا تبع الشركات السياحيه ومعاهم مرشدين سياحيين، هم طبعا ليه هم بيجلوا هذه الاثار استاذ مايكل وسيادتك اثرت سؤال مهم جدا ومعلومه دقيقه للغايه، لان خد بالنا عليك هؤلاء الاشخاص يتعلمون تاريخ مصر القديمه منذ ان كانوا اطفالا صغارا، فاحنا لازم نغرس في الشباب وفي الاطفال حب مصر والانتماء من خلال تدريس الهيروغليفي في المدارس، من خلال تعريف الناس بالحضاره، زياده الوعي الاثري. كان عندنا مشروع طموح جدا للوعي الاثري وطبقناه لمده 9 سنين واستمر، حاجه عظيمه جدا، لكن احنا لما نحب اثارنا نخاف على اثارنا نهتم بيها نحافظ، زي الاجانب بيبقى جاي حاسس ان هو داخل معبد مقدس حضرتك، سواء كان مسلم مسيحي يهودي جاي واقف يشعر او ما عندوش حتى دين يشعر بالجلال وبالعظمه امام هذه الاثار المبهره، فهو زي تلميذ في المدرسه تلقى العلم وينهل من الجمال والثقافه والسحر بتاع الحضاره المصريه القديمه، هو اتربى على كده، احنا المفروض نربي ولادنا واطفالنا على هذا الكلام، بحيث ان حضرتك تنشئ جيل يعشق الحضاره ويقدس الجمال ويحترم هذا الجمال ويحافظ عليه. يعني بنشكر حضرتك جدا دكتور حسين على هذه الجوله والاستفاضه في الشرح والعشق للاثار، واضح طبعا يا فندم. دكتور حسين عبد البصير مدير متحف الاثار بمكتبه الاسكندريه والمشرف على مركز الدكتور زاهي حواس للمصريات، كنت معنا على الهاتف يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك. نستمتع وبيكون عندنا فخر واحنا بنتكلم عن تاريخ مصر، وطبعا اللي ما عندوش تاريخ ما عندوش حاضر يعني، ونتمنى كمان ان احنا نحافظ على اثار بلدنا ويكون عندنا وعي وفكر. كده حلقتنا خلصت النهارده، استنونا بكره قبل الميعاد بساعتين. صباح الخير عليكم وصباح نور.